يعني اسلوب حضاري لاحدى مصانع كانت مقدرات دوله، وحصل لها نوع من التعويم، نوع من التحسين. شكرا مع الوزير. لو تسمح لي مع الوزير، فيلم عباره عن 3 دقائق بس، نشوف الكلام ده على ارض الواقع. اتفضل. توجيهات القيادة السياسية لتطوير وتحديث مصانع إنتاج السكر المصرية. هل السكر المصري كصناعة منافس لصناعة السكر العالمية؟ لا. ليه؟ لأنه بيتحمل بأعباء زي ما بقول كده، مصنع قديم بقاله 50 سنة. احنا بنفقد تقريبا 20% من القيمة الحقيقية للإنتاج نتيجة المصانع القديمة دي. أنا بتكلم على قطاع إيه؟ مصانع بسيطة جدا لصناعة السكر في مصر. قلت للزميلنا اللي موجود إذا فين أهو؟ دي كلها جميع أروقة وجناب صلاة الإنتاج، صلاة واحد وصلاة اثنين، زي ما إحنا شايفين إهمال تسليم. مش هنتكسف وهنقول كل أخطائنا وسلبياتنا، وهنشوف عملنا إزاي نصلحها إزاي. شكرا جزيلا. هنشوف بقى الملف اللي تم من تطوير، ايه اللي حصل دلوقتي. كل الصور يا فندم اللي احنا شفناها من شويه، الموازين تم تجديدها، كل الصالات بتاعت الانتاج تم صيانتها على اعلى مستوى. والكلام دوت لو احنا خدنا بالنا من الصوره اللي فاتت ديت